الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن تحدث عن تصرفات عدائية يقوم بها بلد عربي شقيق ضد الجزائر. ماذا يريد هذا البلد من الجزائر سيادة الرئيس؟ وهل الامتناع عن تسميته يمثل ربما فرصة أخيرة تمنحها الجزائر لهذا البلد كي يراجع مواقفه؟ أنا في رمضان وكل أشقاء يشاهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هادو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي بلي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا، طلبوا لهم الهداية إن شاء الله. الجزائر ما تركعش، ولاو ياخذوا العبرة، ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تالي، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط، غلط بزاف. احنا هنا في 5,630,000 شهيد من اجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت، هذا ما كان تخريب. الانسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب، الفتنه مش مليحه. من ايقظ نار الفتنه يعني عليه اللعنه بالتقريب. فهو اثم. ماشي الا اثم، يعني نشوف في كل الاماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدوله موجود. في الجوار، في اليماني، في هادي، في ليبيا، في السودان، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا ماناش ما نكنوا لهم حتى عداوه، لان احنا محتاجين للجزائري والجزائريه، لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا التعايش السلمي مع كل الامم، عرب وعجم، العلاقات الطيبه مع الجميع. هذا هو اللي يحوز يتبلى علينا، ما للصبر حدود، للصبر حدود.